انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه في دارين جنه ونار. ولما نزول الجنه تبدا حرام عليه معناه بيدخل وين؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. وقال تعالى: واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. سبب شنو؟ انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الشرك بالله تعالى. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال دل الدخل للنار يا الشرك. عشان كده رب العزه والجلال قال: واما من اوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم اوت كتابيا ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما رد له انه كان لا يؤمن بالله العظيم. دول يرى التوحيد. ولذلك السبب الاعظم من اسباب دخول النار. وده موضوعنا يا جماعه، والموضوع ده ما فيه لعب. انه لقول فصل وما هو بالهزل. واي زول يا باو ده ما تنفع معاه الا النار. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي شنو؟ طب يعني النار دي لم تكفيها اللحم برا ولم تكفيها الأعصاب ولا العظام، بتخش محل الشرك تطلع على الأفئدة جوا محل النجاسة. إنما المشركون النجس. الزول يا جماعة لما نقع في الشرك بيبقى نجس عند الله تعالى. لو شالوه دخلوه في بحار الدنيا ومرقوه ونجس. لو غسلوه ليل ونهار ونجس. ولذلك العبد يوحد الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الشرك. ودي حسره والله ما في حسره اعظم منها. جاء في صحيح البخاري ومسلم من روايه انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث ده انا انظر لك بنصه زي ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام بالحرف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى لاهون اهل النار عذابا. قل ذول في النار، اقل ذول بس خطوه وضع تحت خمس قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. أدل ذل. يقول الله تبارك وتعالى ليهون أهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به. قال: نعم. قال: الدب في الدنيا دي تفتدي به من عذاب الله تعالى؟ قال: نعم. قال: لقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لقد سألتك ما هو أهون من هذا. أنا في الدنيا دي طلبت منك شيئا يسيرا وأنت في صلب آدم. إشارة إلى قوله تعالى من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي. الله قال لك ما تشرك بي فأبيت إلا الشرك. يابا وكان بس كذي بس إلا الشرك بالله تعالى. الشرك ده زي شنو يا جماعة؟ لأنه من هذا الزول موضح لأنه الله قال جل وعلا: وما على الرسول الا البلاغ. شو المضيق انا لما بومازق اكثر الموضوع ده ما الموضوع ده ما واضح. معقول لازم الناس تخش في الموضوع ولا كيف؟ وبعدين الموضوع
لازم يكون واضح. هو ما على الرسول الا الملاه شنو المبين الواضح، والله نزل صوره كامله يسمى صوره فصيلة. الشرك ده يا جماعه زي الزول عتر بدل ينادي الله يقوم ينادي مخلوق زيه، يقول يا فلان الحجر، تلقاه مره ماشي في الشارع عترت بدل تنادي الله تقوم تقول يا فلان الحجر، تلقاه راجل قاعد في المسجد ولا في صيوان بتاع عيسى ده يقوم يقول كب يا فلان، بشوف تدين دي على الشريك ذاته. والله يا الموضوع والموضوع ده يا جماعه اخطر موضوع والله. ولذلك رب العزه والجلال قال في القران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج، قال لك في بحرين واحد طاعم واحد مسيح، ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك، دي ثلاثة فوائد. تحت تطلع اللؤلؤ قروش، فوق السفينة الفلك، في النص السمك، ومن كل تاكلون لحما طريا، بل ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، ليه؟ لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله عمل لك ده كله بس تشكر بس، طب شك غيره؟ اديك جنى، اول ذاك جنى كامل كده جنى، لو دفعت مليارات وانت عقيم ما بتلقاه، الله يديك له مجانك يا حظ. تمشي تشكر غيره تقول التعليم فلان، الله يديك نعم ينجيك من الكرب تشكر غيره، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بعد ذلك يولج الليل في النهار، سورة فاطر قبل، ويولج النهار في الليل، والعبد يدعو الله سبحانه وتعالى ويتوكل على الله، والزول يعلم النساء في البيوت أهم عشان الله يرحمك وما يدخله المال. والله لو النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، يخش النار. من مظاهر الشرك تعليق التمائم يا جماعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الامام احمد وفي السلسله الصحيحه من روايه عقبه بن عامر رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمه فقد اشرك. تلقاه علق له حجاب ولا طيب للدوء، الله حافظه في بطن امه 9 شهور، امره بره بطن امه يقوموا يلبسوه كمون، تقول لهم ليه لبستوه كمون؟ يقول والله عشان احفظه من العلم، ده من الشرك بالله تعالى، لانه بيحفظ الله ما الكمون، ولم يتعلم لطيب الكمون. قال تعالى فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، وقال سبحانه وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يريدك بخير فلا راد لفضله. برضه من مظاهر الشرك يا جماعه كون الزول يعتقد ان فلانا يعلم الغيب، قال انا مالي تروح امشوا لفلان يا فلان شوف لنا رايحه وين، وفلان بيعلم الغيب وفلان بيشوف حاجات لانه صالح غير ما بشوفها، وده يا جماعه ضد القران. قال تعالى في القران وما كان الله ليطلعكم على الغيب، دي واضحه عشان ما يخشك يقول لك الله علمه، الله قال لك سبحانه وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون. فالزول يا جماعه
يتوكل على الله يعتمد على الله. الزور زيك ده لو شيخ ده زور زيك ده زور زيك. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. يعتقد فيه ليه؟ اذا كان الصحابة افضل الناس ما في صحابي واحد جمع الناس حوله سوى له راية برا قال نادوني ما في طريقة اسمها الطريقة الابو هريراتية ما في ولا في طريقة اسمها الطريقة العمراتية ولا في طريقة اسمها الطريقة الطلحاتية. صحابة اجلاء اولياء صالحون ما سووا طرق ولا جماعات لانه الاسلام واحد. واي زول يا جماعة معليش معليش يابا الكلام ده نحن بنذكره بخش القبر. في القبر ده بيسألوك من ربك؟ الجواب ربي الله. ما دينك؟ الجواب ديني الإسلام. ما بتمشي تخش القبر يسألوك ما دينك تقول لا أنا كنت مع ناس فلان ده عنده حديدة جوا مسند أحمد مرزبة من حديد في مسند أحمد لو ضرب بها جبلا لصار ترابا. يجيك بها حديده ما دينك؟ ما دينك؟ تقول انا كنت مع ناس فلان وناس فلان جوا بغادي في اللوضه الثانيه فلان كيف؟ ولذلك ويسالوك من نبيك؟ الجواب واحد الرسول عليه الصلاه والسلام محمد ابن عبد الله. قال الامام الجامي ولا يسال عن حزبه ولا عن قبيلته ولا عن طريقته. ما بيسالوك لانه الله قال في القران ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما تعتقد لك في ذل. قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره ما يطير منه من خير أو شر من عمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والله في القرآن قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وما زول بتلقى في أرض المحشر لابس له ساعة ولا موبايل ولا شايل له شيء. فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ولذلك رب العزة والجلال قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فزول يا جماعة قلت دي تبقى في الله صحيحة ويبقى موحد ويبقى مستقيم وكذا ويكون زول حر عبد لله. صلي صلواتك الخمس أقرأ قرآن سبح استغفر ادعو الله براك. ما تمشي لك لزول فلان انت صالح ونحن دارين نتقرب لله بيك. الله ما داير واسطه. الله قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ما قال يجوك انت حتين يجوني. فاني قريب اجيب دعوه الداعي متين اذا دعان. لو دعاني انا بس تجيب له. ولذلك تلجا الى الله وحده لا شريك له وتتوكل عليه كما كان يفعل الأنبياء والرسل. ما تمشي لزول الموضوع ده طويل والكلام قدر ما نجي نفتح شغلة جو نقدم الشيخ إن شاء الله أبو بكر وإن شايف المشايخ موجودين كتار لكن إن شاء الله يعني نقدم الشيخ أبو بكر ولعله بعد ذلك يختم. نعتذر للمشايخ الباقين شيخ مزمل ونورين شيخ محي الدين وباقي المبارك يستحضر. الموضوع ده طويل. تفضل جزاك الله.